مولد نبوي الشريف وكندورو وكنشعلوا الشمع باش نصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للاجواء كيفاش كدوز؟ كدوز مزيونه بحال كل عام. هاد الاجواء هذه ما كرهناش تبقى دائما يا ربي سبحانه وتعالى. هاد الاجواء كنعيشوها كل عام في عيد ذكرى مولد النبوي. هاد التقاليد عندنا عاده كنتجمعوا حنايا والاطفال ديال الجمعيه ديال ابن عاشر كنجتمعوا كاملين فينا وكنغنيو وكنذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما حنايا كنلتهموا في الحي الجزائري بالمولد النبوي الشريف وباش نعلموا اطفال صغار لان الرسول عليه الصلاه والسلام لقب هذا النهار غادي مات هذا النهار. حنا عوام كثير يعني انا عائله وحده دائما عايده مجموعين والله يخلي الفرحه بيناتنا. فاطمه الزهراء اوزر كنسكن في حومه زين. بالنسبه للاجواء كيفاش جاوك المولد؟ بالنسبه للاجواء ديال المولد كيتجمعوا الاوائل و كتخرج الجمعيه دعم الجواد وكندورو بالشماع وكنقولوا حنين بزاف. شنو احسن حاجه عجبتك في اليوم؟ احسن حاجه عجبتني في هذه الحفله اطفال كيتجمعوا والجمعيه كتصافحنا وتصافح لينا بزاف. انا كنسكن في حي الجيراري كنجي تنعني حيت كيعجبوني الاجواء ديال المولد النبوي ديال اي مناسبه كتكون كنجي هنايا وعندهم هنايا الاجواء مزيونين مع بزاف ديال الحاجات هنايا. انا كنسكن الزهره كنجي عند عزيزه دائما في نهار المولد بنحتفلوا بحال هذا النهار. هذا النهار ما كيتسميش ان نهار والحومه ديالنا كتبقى الحومه ديالنا ان شاء الله. الاجواء كيفاش جاوا؟ ما نقدرش نوصل لك حل مزيان دونك كنتمنى هاد الاجواء تبقى معنا. نتمنى هاد الايام ما تختفش وما تبقى يعني التقاليد ديالنا يبقاو التقاليد ديالنا وصافي. شنو بغيت تقول؟ تحيه للحومه ديالنا. تحيه للحومه ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اول كلمه كنقولوها هي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي امهات المؤمنين وازواجه وذريته بيته كاهله كما صليت على سيدنا ابراهيم. حنا هاد الاجواء هذه عندنا كل عام ديال المولد كنعملوها. الاجواء التراث المغربي كنعملوا هاد الذكرى كنحيوا بها
الصلاه على الرسول وفيها التبشير وفيها قراءه القران والاجواء انتما كتشوفوا هذه الاجواء الحمد لله ولله الحمد الاطفال كيفرحوا بها وكنقولوا لهم فيا خلق الرسول وفيا خمات المهم هادشي هذا راه الاجداد ديالنا اللي علمونا حنايا كنعلموا به كنعلموا بهم هاد الشباب هادو اللي كاين وكنتمنوا من هاد هاد الحفلات هادو اللي كنعملوا ديال الذكرى ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يبقاو دائما ومنا كنذكروا الاطفال بالنسبه اللي كنقولوا بالنسبه للموسم ديال هذا المولد النبوي وكنتمنوا يبقاو هيدا جيل على جيل جيل على جيل وما تمشيش هاد الذكرى هادي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.